خطأ لمصلحة نادي أربيل بدخول أمجد راضي، ممكن ممكن ممكن، أوه لمسة يد وبالتالي ركلة جزاء، ركلة جزاء وقرار صريح وواضح من الحكم الدولي محمد سلمان يعطي ركلة جزاء بالدقيقة 80 لنادي أربيل. نعم لمسة يد صريحة وواضحة، شوف 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 أوليفيرا لعب الكرة وبالتالي موندي، موندي فتح يده، موندي فتح يده، نعم 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 اليد فتحت وبالتالي لمس يعني واضح. أمجد راضي الدقيقة 81، أمجد راضي، أمجد راضي، جول! وجماهير أربيل عنك راضية يا أمجد راضي. في أول مباراة يقود، لاحظ لاحظ أمجد راضي، وهناك رمى عمار عبد العزيز على جهة اليسار بينما أودع الكرة بكل رهاوة على جهة اليمين، أكيد هذا القناص أمجد راضي.